مباراة اليوم مباراة غاية في الأهمية للنادي الأهلي أمام فريق مصر مقاصة في بداية مشوار جديد وموسم جديد للنادي الأهلي، إن شاء الله يكون موسم سعيد على غرار الموسم السابق، ويستطيع النادي الأهلي من خلاله تحقيق العديد والعديد من الألقاب الهامة. البداية ببطولة الدوري، دايما البدايات والانطلاقات يجب أن تكون قوية، ممكن ما تكونش هي يعني تدي إيحاء بالنهايات في معظم الأحوال، لكن دايما أنت تعمل اللي عليك وتحاول تبتدي بشكل قوي علشان تقدر تكمل الموسم بدفعة معنوية مميزة، وبالتالي تقدر تفوز باللقب رقم 43 في تاريخك بإذن الله تعالى بالنسبة للنادي الأهلي. البعض ممكن يكون بيتكلم على أن فريق مصر المقاصة باع عدد كبير من اللاعبين وبالتالي المباراة ممكن تكون سهلة، لا إطلاقا، احنا شايفين بطولة الدوري بادية بشكل يعني قوي جدا، مباريات كلها غاية في المتعة والإثارة والندية والقوة، مختلف المباريات اتلعبت على مدار اليومين اللي فاتوا، نتائج جيده في يعني اداء اكثر من رائع من معظم الانديه اللي لعبت او الفرق اللي شاركت حتى الان، وده ناتج عن تلاحم المواسم، ان انت ما كانش في فتره راحه، فالكل في جاهزيه بدنيه وفنيه جيده، وده ادى بالنفع على مستوى بطوله الدوري منذ البدايه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق في مباراه اليوم. في نفس الوقت عايز اتكلم على فريق مصر المقاصه، لان مصر المقاصه على راس الجهاز الفني الكابتن ايهاب جلال، والراجل كميته ماشيه جدا مع فريق مصر المقاصه، ونجح في اكثر من مناسبه ان هو يبني فريق جيد لفريق مصر المقاصه، فبالتالي من هنا جايه صعوبه هذه المباراه، حتى لو هم باعوا عدد كبير من اللاعبين، انت واخد كل مباراه بمنتهى الجديه علشان تقدر باذن الله تحقق اهدافك المختلفه بدايه من هذا الموسم وبدايه من بطوله الدوري العام. خليني اتكلم مع حضراتكم في بعض الارقام والاحصائيات اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الفرقتين مع بعض. الاهلي ومقصه لعبوا 18 مباراه قبل كده زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، الاهلي فاز في 12 والمقصه فاز في 2، اتعادلوا في 4 مباريات من ال 18، الاهلي قدر ان هو يحرز 32 هدف في المقابل فريق مصر المقصه احرز 14 هدف في شباك النادي الاهلي. بيدير لقاء اليوم ابراهيم نور الدين الحكم الدولي، وسبق وان ادار 29 مباراة سابقة للأهلي، فاز معه الأهلي في 22 وتعادل في 6 وخسر في مباراة واحدة، احتسب نور الدين 16 ركلة جزاء منهم 10 للأهلي و6 للمنافسين، أشهر 14 كارت أحمر منهم 5 للأهلي و9 للمنافسين، أدار للأهلي 4 مباريات في الموسم الماضي، مباراة واحدة انتهت بالتعادل وثلاثة انتهوا بفوز النادي الأهلي، كان منهم فوز في أوقات قاتلة زي مباريات حرس الحدود وبيراميدز والجونة، وكمان طرد 2 من لاعبي النادي الاهلي الموسم الماضي اليو ديانج واحمد فتحي. دي اهم الارقام والاحصائيات اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي. افكر حضراتكم سريعا بقائمه الفريق لمباراه اليوم، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمود وحيد، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، رامي ربيعه، بدر بنون، علي معلول في خط الدفاع، اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، كهربا، محمد شريف في نص الملعب، معاهم طبعا ناصر ماهر ومجدي قفشه واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم كل من صلاح محسن وايضا جيرالدو. بيغيب عن النادي الاهلي كل من مروان محسن وجونيور اجاي وحسين الشحات، طبعا الاصابات المختلفه لكل لاعب.